بالتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول مسؤول قسم الثقافه والاعلام في هيئه علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. كيف تنظر هيئه علماء المسلمين في العراق الى نجاح الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه في تركيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقه كانت انتخابات فيها الكثير من الرسائل للمنطقه جميعا، ففضلا عن السلاسه التي جرت فيها هذه العمليه وسرعه وشفافيتها وسرعه اعلان النتائج الاوليه لها وما رافق هذه العمليه، فان النتائج التي افرزتها بفوز اردوغان وحزبه ايضا تعطي رساله للاخرين بان العمل الناجح هو تكون ثماره هذه الامور. الملفت للنظر في هذه الانتخابات أن العديد من الذين انتخبوا وصوتوا وأعطوا أصواتهم لحزب العدالة ولأردوغان هو ليس عن قضية أيديولوجية فقط، وإنما نتيجة ثمارها عمل وما لمسوه من أعمال ناجحة اقتصادية واستقرار لهذه البلاد. لذلك يعني رسالة للجميع أن الذي يخلص في العمل ويقدم شيء لشعبه ينال مثل هذه النتائج المرضية. نعم دكتور، ما المتوقع انعكاس هذا الفوز لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضية العراقية؟ نعم بالتأكيد، طبعا أولا نحن نعلم أن اليوم تركيا باتت مكانا ومأوى للكثير من اللاجئين والنازحين من سوريا ومن العراق أيضا، فاستقرار هذا البلد أيضا ينعكس على المنطقة جميعا. أولا هؤلاء اللاجئون هنا في هذه البلاد سينعمون بمزيد من الحرية والأمان في هذا المكان. ثانيا نحن نعلم أن وجود تركيا كدولة قوية مستقرة أيضا لكون لها مؤثر في المنطقة جميعا، ولا سيما نحن نعلم أن الأزمة التي تمر بها العراق وسوريا هي ليست أزمة خاصة وإنما أزمة إقليمية، فبالتأكيد سيكون لتركيا دور إيجابي إن شاء الله تعالى في معادلة القوى وفي التخفيف، عل وعسى هكذا ينظر العراقيون ويرجون أن يكون لتركيا دور في التخفيف من التأثير الإيراني في المنطقة. ما الذي تأمله الهيئة دكتور من تركيا بعد هذا الفوز أيضا فيما يتعلق بالقضية العراقية؟ طبعا استقرار تركيا كما قلنا هو استقرار للمنطقة جميعا إن شاء الله تعالى، ونأمل أن يكون هنالك انعطافة في السياسة الخارجية نحو العراق في أكثر من السابق، وأن يكون هنالك دور تركي مؤثر مقابل وموازي للتأثير الإيراني السلبي في العراق، ولا نقصد هنا بالتأثير التدخل وإنما نقصد به تأثيرا إيجابيا بدعم القضايا الإنسانية للعراقيين والمواقف السياسية العادلة للقوى الوطنية العراقية، لا سيما أن قبل هذه الانتخابات التركية كانت هنالك انتخابات عراقية ظهرت من نتائجها أن أكثر من 80% من الشعب العراقي قال لا لهذه العملية السياسية. إذا على المنطقة جميعا أن تسمع لهؤلاء، ونأمل من تركيا أن تلتفت إلى رأي الشعب العراقي الذي قاطع الانتخابات الذي يعبر عن هذا الشعب هي القوى الوطنية العراقية، فيكون ذلك تمهيدا إن شاء الله تعالى لمستقبل قادم في إعادة النظر بمأساة العراقي وحلها من جذوره. الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.